بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، درسنا اليوم بعنوان حب الوطن. حب الوطن هو درس قراءة بيتكلم عن حب الإنسان لوطنه ودوره نحو مجتمعه، وكمان بيعلمنا إزاي نحافظ على الوطن بتاعنا ونحافظ على المجتمع اللي احنا بنعيش فيه. طيب، بيبدأ معايا الدرس: يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية. يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية، ويهوى بمعنى يحب، يعني هنا الجملة معناها يحب أمير مادة الدراسات الاجتماعية، عشان لما يجي لي سؤال يقول لي ماذا يهوى أو ماذا يحب أمير، يحب أمير مادة الدراسات الاجتماعية حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء. يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء، يبقى هنا ده الإجابة على سؤال لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية. لما يجي لي السؤال لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء، والعبر معناها العظات ومفردها عبرة، وسير مفردها سيرة وهي تاريخ حياة الإنسان. يبقى قلنا العبر مفردها عبرة وهي العظات، وسير مفردها سيرة وهي معناها تاريخ حياة الإنسان. وقلنا إن الجملة دي كده من أول حيث يتعرف، دي إجابة على سؤال لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية، هتكون الإجابة حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء. طيب بس كده؟ لا، وفي حاجات تاني كمان: ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية والتعاون مع الآخرين. يبقى الإجابة عشان تكون كاملة، لما يجي يسألني لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية لازم أقول له الإجابة حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء، وكمان يتعلم الوفاء والعطاء والتضحية والتعاون مع الآخرين. بعد كده هنشوف: فقد صمم ألبوما لهذه الشخصيات، فتجد في كل صفحة من صفحات هذا الألبوم صورة لشخصية من الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن. عمل أمير ألبوم، ألبوم من الصور، في كل صورة شخصية من الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للوطن. وجليلة هنا بمعنى عظيمة، والجمع جلائل، جليلة جمعها جلائل والمعنى عظيمة، يعني الشخصيات دي أدت خدمات عظيمة للوطن. كما أن أميرا يحب الدراسات لأنه يتعرف أرض بلاده وثرواتها الطبيعية وخيراتها الوفيرة، ويتعرف المعالم السياحية التي يفد إليها السائحون من كل أرجاء الأرض ليشاهدوا روعتها. يبقى إذن ممكن أضيف الجزئية دي على إجابة السؤال اللي هو لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية اللي قلناه في الأول، اللي قلنا إجابته يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر ويستخلص العبر من سير العظماء ويتعلم الوفاء والعطاء والتضحية. ممكن أزود: وكمان يتعرف أرض بلاده وثرواتها الطبيعية وخيراتها الوفيرة ويتعرف المعالم السياحية. ممكن أضيف ده للنقطتين اللي قلناهم في الأول. يبقى كده عندي إجابة سؤال لماذا يهوى أمير مادة الدراسات الاجتماعية، عندي الإجابة 3 نقط. قلنا أول نقطة يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء، تاني نقطة يتعلم الوفاء والعطاء والتضحية، ودلوقتي عندي 3 نقطة يتعرف أرض بلاده وثرواتها الطبيعية وخيراتها الوفيرة ويتعرف المعالم السياحية التي يفد إليها السائحون. وكلمة يفد بمعنى يأتي، يعني يأتي إليها السائحون من كل أرجاء الأرض. طب ليه يأتي إليها السائحون من كل أرجاء الأرض؟ برضو سؤال ممكن يجي لي: لماذا يأتي السائحون من كل أرجاء الأرض؟ ليشاهدوا روعتها. طيب، وذات مساء عرض أمير الألبوم على والدي فصر به كثيرا ودار بينهما الحوار التالي. في يوم من الأيام ذات مساء عرض أمير الألبوم على والده فصر به كثيرا
ودار بينهم الحوار التالي. بدأوا يتكلموا مع بعض. الأب بدأ بالكلام: ماذا أعجبك في هذه الشخصيات يا أمير؟ إيه اللي عجبك يا أمير في هذه الشخصيات؟ فبيرد أمير: أعجبني فيها ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة، وأجد ما أفخر به وأنا أكتب رسائل لأصدقائي. يبقى سؤال وجواب بين الأب وبين أمير. ممكن يجي لي أنا كمان في صورة سؤال، يقول لي: ماذا أعجب أمير في هذه الشخصيات؟ هقول له: أعجبه ما قدمته للوطن من أعمال عظيمة. طيب بعد كده الأب: إن هذه الشخصيات ترد بعض أفضال الوطن عليها. إن هذه الشخصيات ترد بعض أفضال الوطن عليها. أمير: أريد شرحا يا أبي. أمير طبعا ما فهمش الجملة اللي فاتت دي، يعني إيه الشخصيات بترد أفضال الوطن عليها؟ ما فهمش أمير معنى الكلام، فطلب من والده إن هو شرح، يعني مزيد من الشرح. فرد الأب: إن هؤلاء قد شربوا من نيل مصر وعاشوا في كنفها، وعاشوا في كنفها ووجدوا فيها السكينة والأمان. طيب إيه كنفها دي؟ يعني إيه شربوا من نيل مصر وعاشوا في كنفها؟ هنا كنفها بمعنى جانبها، ولكن المراد في الجملة هنا حماها، يعني عاشوا في حماها، عاشوا في حماية مصر. ووجدوا فيها السكينة والأمان، ووجدوا فيها الهدوء والسكينة والأمان. فكما تحب أنت بيتك الذي يؤويك، زي ما أنت بتحب بيتك الذي يؤويك، ويؤويك هنا بمعنى يحميك، زي ما أنت بتحب بيتك الذي يحميك وتشعر فيه بالأمن، أحبهم مصر بأرضها وسمائها وشعبها. هم كمان زي ما أنت بتحب بيتك حبوا مصر بأرضها وسمائها وشعبها. فرد أمير: هل البيت وطن؟ الأب طبعا رد عليه قال له: نعم يا أمير، بيتك هو وطنك، بيتك هو وطنك. طب وإيه كمان وطني؟ وشارعك ومدرستك وحيك ومحافظتك وكل مكان في مصر ملك لك وأنت ملك له. فدخلت بقى أميرة في الحوار فقالت في براءة: هل الأهرام ملك لنا؟ ابتسم الأب: طبعا الأهرام والمعابد والآثار والمصايف والمشاتي والمدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات ملك لكل مصر. فرد الأب: إن كل ما تحت سماءنا وفوق أرضنا هو ملك لنا ويجب أن نحافظ عليه. أمير: الآن فهمت سبب تضحية الكثيرين بأرواحهم من أجل الوطن. دلوقتي أمير فهم ليه الناس بتضحي بأرواحها من أجل الوطن، وتضحية معناها بذل النفس والمال دون مقابل. واحد بيبذل نفسه وماله بدون ما يستنى أو ينتظر أي مقابل، لأنه كل ده من أجل الوطن. فرد الأب على أمير: لذلك يا أمير يجب أن نعمل على تقدم وطننا ورفعته بالعمل والمثابرة والإصرار. وهنا المثابرة بمعنى المواظبة، لازم أواظب وأصر على رفعة الوطن. وبعد أن أنهى الأب حديثه، اندفع أمير في عزيمة وإصرار يؤدي واجباته. بعد ما انتهى الأب من الحديث، أسرع واندفع أمير في عزيمة وإصرار يؤدي واجباته، أملا في أن يغمض عينيه ويفتحهما فيجد نفسه قد أصبح شابا ليرد إلى وطنه بعض أفضاله عليه. يبقى هنا لما يجي يسألني: لماذا تمنى أمير أن يصبح شابا؟ لماذا تمنى أمير أن يصبح شابا؟ ليه؟ ليرد بعض أفضال الوطن عليه، أو ليرد إلى وطنه بعض أفضاله عليه. بعد كده عندنا المعاني اللي احنا قلناها أثناء الشرح: العبر العظات والمفرد العبرة، سير المفرد سيرة وهي تاريخ حياة الإنسان، جليلة عظيمة والجمع جلائل، كان فيها جانبها والمراد حماها، تضحية بذل النفس والمال دون مقابل، ويفد معناها يأتي، ويؤويك بمعنى يحميك، والمثابرة بمعنى المواظبة. يبقى هنا في درسنا النهاردة زي ما قلنا في الأول بنتعلم إزاي نحافظ على الوطن والمجتمع، وإيه دورنا نحو المجتمع، وإزاي نضحي من أجله، وليه بنضحي من أجله، لأن إحنا بنرد أفضال الوطن علينا. وعرفنا ليه أمير بيهوى أو بيحب مادة الدراسات الاجتماعية،
ودلوقتي هنشوف بعض الأسئلة اللي موجودة على الدرس. عندي السؤال رقم 1: لماذا أحب أمير مادة الدراسات الاجتماعية؟ قلنا إن عندنا إجابة للسؤال ده عبارة عن 3 نقاط. النقطة الأولى هي حيث يتعرف تاريخ بلاده ويستخلص العبر من سير العظماء. عندي تاني نقطة يتعلم الوفاء والعطاء والتضحية. وثالث نقطة معايا في إجابة السؤال هي يتعرف أرض بلاده وثرواتها الطبيعية. طيب عندي تاني سؤال: لمن الصور التي كان أمير يجمعها؟ لشخصيات مصرية عظيمة أدت خدمات جليلة للوطن. لو جيت بصيت على تالت سؤال: كيف يرد الإنسان فضل الوطن عليه؟ بالعمل والإصرار والمواظبة وبذل النفس والمال بدون مقابل. بعد كده السؤال اللي بعده: كل مكان في الوطن ملك للجميع، وضح ذلك. وهنا هنجاوب برد الأب على أمير: إن بيتك ووطنك وشارعك ومدرستك وحيك ومحافظتك وكل مكان في مصر ملك لك وأنت ملك له. دي هتكون إجابة السؤال، بنوضح إزاي كل مكان في الوطن ملك للجميع. بعد كده آخر سؤال معانا: لماذا تمنى أمير أن يصبح شابا؟ تمنى أمير أن يصبح شابا ليرد أفضال الوطن عليه، أو ليرد إلى وطنه بعض أفضاله عليه. دي كانت بعض الأسئلة اللي موجودة على الدرس. ده كان درس حب الوطن، زي ما قلنا بيتكلم عن الوطن وحب الوطن وكيفية الدفاع عن الوطن وكيفية تأدية الدور نحو المجتمع. إزاي أدي دوري نحو المجتمع، وإيه اللي المفروض أعمله عشان أرد أفضال الوطن عليا، وإيه هي أفضال الوطن عليا.